أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الغد، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات الغد. مع حضراتكم مشاهدينا النهاردة هنطالع العدد الجديد من مجلة أكتوبر، ويصحبني في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر الأستاذ صلاح النصيري. برحب بحضرتك يا أهلا فندم. بيك فندم. يعني الحقيقة أستاذ صلاح معانا موضوعات كتير ومتنوعة، طبعا منها نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان الشأن العربي والشأن الدولي، ومش هننسى أبدا مع حضراتكم مشاهدينا زي ما عودناكم بيكون معانا تحقيق العدد. لكن مشاهدينا خلونا مباشرة نبدأ بأول أخبارنا وهو نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي والإشارة إلى تدشين مشروع مدينة العلمين الجديدة، ده طبعا في إطار احتفالية ذكرى مرور 75 سنة على موقعة العلمين واللي شهدتها المنطقة طبعا خلال الحرب العالمية الثانية، وقد إيه هذا المشروع بيثبت لكل المصريين القدرة على تحويل الهدم والدمار إلى بناء وتعمير وعمران. مع حضراتكم مشاهدينا هقرأ عليكم العنوان الرئيسي في هذا الخبر، بيقول العلمين من الدمار إلى العمران. يعني أستاذ صلاح زي ما قرينا العناوين نتعرف من حضرتك على تفاصيل هذا الخبر. طيب يعني هو الحقيقة مدينة العلمين دي من أهم المدن اللي لها شهرة عالمية، وخاصة أن مدينة العلمين كان عليها يعني الحرب العالمية الثانية كانت المعركة الفاصلة على مدينة العلمين، ودي بتاخد شهرة عالمية لموقعها الاستراتيجي، وخاصة أن مدينة العلمين تقع في الصحراء الغربية ولها موقع ولها شهرة خاصة ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم أجمع. الحقيقة احنا عندنا ضمن المشروعات اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل أهم المشروعات اللي أطلقها الرئيس في الفترة الأخيرة وفي مؤتمر الإسكندرية بالتحديد، هي مدينة العلمين الجديدة، مدينة سياحية تأتي أهميتها نتيجة موقعها الاستراتيجي، نتيجة ما تتميز به من موقع على في هذه المنطقة. الحقيقة كان الرئيس أطلق بقرار من الرئيس أطلق إنشاء مدينة العلمين الجديدة، وتم العمل من قبل الحكومة من قبل الشركات بعدد من الشركات الاستثمارية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها باستثمارات تقدر من 4 ل5 مليارات دولار. طب بعض السادة المشاهدين يمكن بيتخوفوا وأيضا بيتساءلوا من بعد المسافة، يعني إحنا نعرف أنه العالمين اصلا ما كانش فيها اي حركه بالشكل اللي احنا يعني يمكن معتادين عليه في بعض الاماكن الاخرى، يعني تعقيب حضرتك على هذا التخوف. لا بص، في التوقيت اللي اطلق فيه الرئيس انشاء مدينه العلمين الجديده، طبعا بدات القوات المسلحه المصريه بعمل شبكة طرق موجودة وطريق موازي طبعا لطريق الإسكندرية. الطريق ده بيصل من 4 إلى 5 حارات. الطريق ده طريق مميز جدا، وفي طريق آخر بديل برضو للعلمين الجديدة. ده كان مع بداية العمل فيه وبداية تخطيط لمنطقة العلمين الجديدة والمنطقة. تم إنشاء المنطقة على تضاهي المدن العالمية الساحلية، لأنه طبعا فيها عدد ضخم جدا من الفنادق السياحية، فيها عدد كبير جدا من الأماكن الترفيهية والفنادق. لم يقتصر في التخطيط على في منطقة العلمين على هذه الفنادق وتلك الأماكن السياحية، بل كان هناك عدد من المشروعات اللي خاصة بالتعليم وخاصة بالصحة. طبعا في عدد كبير من المدارس أنشئ، في جامعتين هينشأوا فيها، في عدد كبير جدا من الوحدات الصحية والمراكز العالمية الصحية. كان تخطيط هذه المدينة ليس لتكون مدينة سياحية فقط، بل لتكون مدينة متكاملة سياحية تضم عدد يتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون نسمة في هذه المنطقة، وخاصة أن المناطق القريبة زي منطقة الإسكندرية القريبة من العلمين هي مناطق سياحية بس مكتظة بالسكان. عشان كده كانت هذه المدينة مخططة على أعلى مستوى، ليس على مستوى السياحة فقط بل على كل المستويات، لتكون فيها حياة كاملة. إنشاء جامعات، فيها جامعتين بينشأوا، وتم إنشاء مباني، عدد من المباني في هذه المنطقة يعني والمخصصة احنا ليها. الفترة اللي فاتت دي الرئيس بيركز أكتر على طبيعة هذه المشروعات وهذه النوعية
من المشروعات زي ما شفنا على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة كبيرة بقى جت من المشروعات بعد كده في نفس الإطار، لتكون فيها كل المشروعات كل الأنشطة اللي موجودة، فيها حياة كاملة متكاملة، فيها إدارة نقل كاملة، فيها عدد كبير جدا من المولات التجارية، فيها عدد كبير جدا من المحلات اللي يمكن أن تكون موجودة في كل مكان على إطلاق، شبكة الطرق اللي موجودة فيها، المدارس اللي موجودة، الوحدات الصحية الموجودة، كل ما نتصوره في هذه المنطقة موجود. لذلك كان مدينة أو صممت هذه المدينة مدينة عالمية موجودة فيها الحقيقة ممشى ضخم جدا على البحر مباشرة، فيها عدد من الأماكن الترفيهية المفتوحة للمواطنين بشكل عام وغير مقتصرة على أشخاص معينة، بالعكس كل حد ممكن يستفيد من هذه الأماكن. وصممت هذه المدينة، أنا بتصور أنه مدينة من أهم المدن اللي أنشأت ليس في منطقة ليس في مصر، منطقة الشرق الأوسط، لأنها لا يمكن أن هي تضاهي مدن عالمية موجودة، وكان في استشاريين ومهندسين ليس من مصر فقط بل من كل مكان على مستوى العالم. لذلك كان الافتتاح المفروض يتم في هذه المدينة من قبل الرئيس. إذن هي مشروعات ضخمة جدا، يعني كل المصريين طبعا على مرأى ومسمع من الجميع. نعم. جهد كبير جدا من السيد الرئيس. نعم. ومن الدولة بشكل عام. طيب خلينا مع حضرتك نروح لصفحة متابعات، صفحة متابعات مشاهدينا بنطالع فيها العيد الخمسين للاحتفال بالقوات البحرية، وده طبعا في من خلال التطور الملحوظ والتحديث تحديث في القوات البحرية خصوصا في الفترة الأخيرة. طبعا في نهاية هذا الاحتفال كانت هناك مناورة تكتيكية بحرية تعبوية بالذخيرة الحية ذات الصواري 2017. هقرأ على حضراتكم المنشط الرئيسي، بيقول الرئيس يشهد الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية ذات الصواري 2017، ملوك البحر يتحدثون. قراءة حضرتك الصحفية لهذا الخبر. هو طبعا كلنا عارفين انه الرئيس في الفترة الأخيرة والدولة مهتمة بالقوات المسلحة المصرية اهتمام كبير جدا. احنا عندنا الحقيقة جيش بنفخر به أمام العالم أجمع، وجيش بياخد ترتيب وياخد شكل أمام العالم. القوات البحرية المصرية من قوات مؤخرا كان فيه اهتمام كبير جدا من القوات البحرية المصرية، لأنها طبعا بتؤمن الحدود المصرية البحرية، وخاصة أما مصر بها طبعا البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها عدد يعني فيها مساحات ضخمة جدا على المحيطات والأنهار. الحقيقة كان لازم يكون في سيطرة من القوات المسلحة المصرية أو القوات البحرية المصرية بشكل كبير جدا. عندنا الاحتفال الخمسين بالقوات البحرية المصرية، وده يأتي الاحتفال نتيجة أو اليوم الاحتفال ده نتيجة نحن كان عندنا طبعا في الواقعة المشهودة هي تدمير المقاتلة إيلات، هي من أكبر القطع البحرية الإسرائيلية، وكان طبعا تدميرها من قبل عدد من اللانشات المصرية ذات الصواريخ السطحي أو البسيطة أو الصغيرة. ودي أنا بتصور أنه الكثير من الاستراتيجيين بيقولوا ان دي غيرت شكل الاستراتيجية البحرية او الحرب في كل ما في كل القواعد البحرية على الاطلاق، لانه طبعا المدمرة دي تعتبر من اهم او اكبر المدمرات او اكبر القطع البحرية الاسرائيلية. طب ومن بعدها طبعا نتكلم عن حجم الانجاز فيما يتعلق بتطوير وتحديث القطع البحرية. نعم. ووصول قطع بحرية جديدة لارض مصر، الى اي مدى تؤثر على قدرة المصريين في مواجهة الصعاب؟ بالتأكيد طبعا وجود انضمام قطع بحرية مصرية في الفترة الأخيرة، كنا شاهدنا حاملة طائرات المسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات طبعا من ضمن القطع دي، بتؤكد أن القوات المسلحة المصرية بينضم لها أسطول ضخم جدا. عندنا في غواصات أخيرا انضم غواصتين الحقيقة للقوات البحرية المصرية، دي بتؤكد الغواصات دي بتساهم في السيطرة على الحدود البحرية المصرية، لان احنا عندنا في هجره غير شرعيه، في تجاره مخدرات، في تجاره اسلحه، في عدد كبير جدا. وايضا هذه القطع اللي انضمت فيها عندنا بعض اللانشات ذات الصواريخ، في عدد من القطع اللي موجوده حاليا اللي احتفلنا بها مؤخرا انضمامها للبحريه المصريه، بالاضافه لان احنا عندنا القطع اللي موجوده مسبقا، بالاضافه لان احنا عندنا عدد من عدد من القطع البحريه اللي موجوده في الاسطول. لذلك كلنا
كل المتابعين لي او الاستراتيجيين والعسكريين بيؤكدوا ان القوات المسلحه او القوات البحريه بتاخذ ترتيب على مستوى العالم لما فيها من اهتمام القياده المصريه بتسليح البحريه في الفتره يعني الاخيره. يعني يمكن كلام حضرتك بيؤكد ان مصر لن يستطيع احد ان يهزمها بفضل قواتها المسلحه ورجالها الاقوياء في مواجهه اي شخص يحاول الاعتداء على اراضي مصر واي قوة غاشمة ارهابية او اي عمليات هدامة للبلاد. طيب مع حضرتك ومع السادة المشاهدين زي ما عودنا حضراتكم دايما بيكون معانا تحقيق العدد. تحقيق العدد النهاردة هو اقتصادي بيتحدث حول بدء تطبيق برنامج الاصلاح وتعديل منظومة التشريع. العنوان كمان بيقول البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الى 5.3%. يعني قراءة حضرتك لهذا الرقم؟ طبعا هو البنك الدولي مؤخرا أصدر تقرير، التقرير ده بيقول أنه في تنامي اقتصادي في مصر في الفترة الأخيرة من 4.6% إلى 5.3%. طبعا ده رقم الحقيقة كويس جدا، احنا بنتصور أنه وجوده أو احنا الوصول ليه ده حاجة بتدل على أن هناك تحسن في الاقتصاد في مصر بشكل كبير جدا وملحوظ. التقرير الدولي أو البنك الدولي حينما يصدر تقرير وحينما يتحدث عن تنامي الاقتصاد بشكل يصل إلى 5.3%، ده يعني أنه في متابعة قوية جدا أو في حركة قوية جدا في الاقتصاد المصري، تعني أنه الاستثمارات الأجنبية اللي بتدخل مصر في الفترة الأخيرة بتؤكد أنه مصر ماشي على طريق الصحيح في الاقتصاد. وأنه البنك الدولي حينما يتحدث عن هذا التطور اللي موجود ده يعني أن مصر فعلا ماشي على الخطى الصحيحة بعد الإجراءات الاقتصادية اللي تمت في الفترة الأخيرة، وخاصة أن تحرير سعر الصرف كان له دور، زيادة المحروقات في الفترة أو زيادة أسعار المحروقات كان له دور آخر، بعض الضرائب اللي موجودة من قبل الدولة اتفرضت من قبل الدولة كان له دور آخر، وبالتالي إذن دي إجراءات اقتصادية لابد بالزبط. منها تحسن الاقتصاد في الفتره اللي احنا بنتكلم ده نتيجه الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه في الفتره اللي عدت واحنا ماشيين عليها، والبنك الدولي بيؤكد لا يجامل احد، البنك الدولي ما بيجاملش احد، احنا دلوقتي بنتحدث عن انه في اجراءات اقتصاديه تم اتخاذها في الفتره اللي عدت واحنا بنحاول في الفتره اللي جايه بيؤكد عليها البنك الدولي ان احنا نجني ثمارها بشكل او باخر. طب لو اتكلمنا عن تعديل منظومه التشريع، يعني ايه البنود اللي هيتم او النقاط الاساسيه اللي هيتم التعديل فيها؟ كل ما يتحدث عنه البنك الدولي ان التشريع اللي حصل اللي احنا بنتكلم عليه اللي خاص بالاجراءات اللي احنا خدناها اجراءات الاقتصاديه دي ليها مردود في النهايه. احنا عندنا المتحدث عن ان البنك الدولي بيقول ان احنا عندنا 5.3% في تحسن اقتصادي، ده يعني انه مصر يعني بتمشي على الخطى الصحيحه والخطى الهامه في التحسن الاقتصادي المصري، وبالتالي احنا المنظومه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي فيما يخص الاقتصاد او الحكومه بتشتغل عليها والمجموعه الاقتصاديه بتشتغل عليها دي مجموعه بتشتغل في خطى سليمه. احنا بنوصل في مرحله في اخر العام القادم وفي الميزانيه الجديده ان احنا بنوفر في العجز التجاري في الديون الخارجيه، احنا بنحاول بنوفر منها في الديون الداخلية، كل ما يخص الديون أو الموازنة العامة للدولة إن احنا بنعاني منها كل سنة بيحصل فرق كبير جدا وعجز كبير جدا فيما يخص الموازنة العامة للدولة، احنا بنحاول نعالجه بشكل باخر، ده نتيجة القرارات اللي احنا اتخذناها او الحكومة اتخذتها في الفترة اللي عدت، وبالتالي هذا التحسن اللي موجود يعني على ارض الواقع اللي احنا بنشوفه. يعني نقدر نقول انه مصر فعلا بتسير على خطى ثابتة نحو طريق الاصلاح الاقتصادي الصحيح. نتيجة كل القرارات اللي اتخذتها الحكومة في الفترة اللي عدت، دي اثرت علينا بشكل او باخر، لكن احنا بنحاول نخرج من هذه السلبيات اللي كانت موجودة ونوصل إلى أن تكون ده يعني أثر بالإيجاب على المواطن وعلى الشارع بشكل آخر. طيب خلينا شوية نسيب الأخبار الاقتصادية ونسيب الأخبار المحلية مشاهدينا ونروح مع حضراتكم للشأن العربي ونتابع في هذا الخبر آخر الأحداث فيما يتعلق بالساحة العراقية، ومن بينها طبعا زي ما كلنا تابعنا هو استعادة مدينة كركوك المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق. هقرأ على حضراتكم هذا العنوان بيقول استعادة كركوك تجهد انفصال كردستان عن العراق. يعني كيف تنظر لاستعادة مدينة كركوك؟
يعني مؤخرا كلنا متابعين انه في تنازع بين اقليم كردستان وحكومه العراق بغداد. الحقيقه في الفتره الاخيره كان حصل استفتاء في كردستان لانفصال الاقليم، لكن ما كانش في اعتراف دولي بهذا الاستفتاء، وبالتالي فشل. كانت كركوك هي الامر الفاصل فيما يخص انفصال الاقليم، اقليم كردستان، او وجود العراق دوله موحده على الاطلاق. الحقيقه طبعا دخلت القوات المسلحة العراقية إقليم كردستان ولم يكن أو مدينة كركوك ولم يكن هناك مقاومة من القوات فيما يخص القوات الكردية في كردستان، وبالتالي حدث اتفاق بين الجانبين فيما يخص حكومة بغداد وحكومة كردستان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف اللي موجود ده. طبعا عدم الاعتراف بالاستفتاء اللي حصل لانفصال إقليم كردستان ده، كان عدم اعتراف الدولي كان له أثر كبير جدا بشكل كبير، وبالتالي عادت مجموعة الحكومة حكومة بغداد وحكومة كردستان للجلوس على طاولة ليتفاوضوا حول هذا الأمر. الأماكن المتنازع عليها الحقيقة اتفقوا على أن يكون فيها إدارة من الطرفين، لكن الأماكن الغير متنازع عليها هي حكومة بغداد هي التي تقود. في النهاية طبعا السيطرة على إقليم على مدينة كركوك هو الفاصل في الأمر، وبالتالي لم يكن هناك انفصال في دولة العراق، هي دولة حاليا موحدة بيحاولوا يتفاوضوا بشكل على كل الأماكن المتنازع عليها بحيث تكون في إدارة مشتركة بين الاثنين. بشكل عام لو اتكلمنا وبعدنا كمان عن العراق هنلاقي ان الموضوع ده بقى يمكن ظهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة في بعض الدول، فكرة محاولة الانفصال عن الدولة الرئيسية. لماذا ظهر هذا أو هذه المحاولات في الفترة الأخيرة؟ هو فعلا ليس على مستوى العراق فقط، هناك طبعا في محاولات في بعض الدول حتى على في سوريا، في اليمن، في طبعا بشكل كبير جدا، لكن هي الحقيقة في كلنا متفقين انه اي انفصال لاي دولة الحقيقة ده بيضعف الدولة بشكل كبير جدا. العراق دولة كبيرة وكلنا الحقيقة، ومصر وقفت بشكل كبير جدا، وزارة الخارجية المصرية، حوالين عدم انفصال العراق او انفصال اقليم كردستان، وبالتالي وقوف مصر كان ليه دور بانه العراق بتكون دولة موحدة بعيدا عن اي انفصال. حتى الاستفتاء اللي حصل ده ما كانش من ضمن الاسباب اللي خلت في انفصال، وبالتالي وجود العراق دولة موحدة ده كان احد اهم الاسباب. طبعا احنا عندنا في ليبيا فعلا كان في اليمن كان في لغايه النهارده في مطالبه بالانفصال، في سوريا نفس القصه، لكن احنا بنتحدث على انه المشكله انتهت، مشكله العراق شبه انتهت، لانه عدم انفصال العراق كدوله محوريه في الشرق الاوسط ودوله عربيه ده يعني انه هذه الدوله بتكون حاميه لحدودها، وبالتالي وجود دوله ممكن تقوم مره اخرى وتكون قادره على حمايه حدود العراق مره اخرى، وخاصه انه حوالين العراق في طبعا اطماع كبيره جدا من تركيا او ايران او في على العراق. طيب هننتقل مع حضرتك ومع السادة المشاهدين من الشأن العربي للتقارير الدولية. التقارير الدولية في هذا العدد بنتابع فيها بعد إعلان ترامب استراتيجية جديدة تجاه إيران لاتفاق النووي واحتمالات العودة لنقطة الصفر. خلينا نعرف السادة المشاهدين طبيعة استراتيجية ترامب واللي هيتم تعديلها لمواجهة إيران. طيب قبل كده، قبل الحقيقة ترامب كان في اتفاق بين أمريكا وفي عدد من الدول الكبرى حوالين البرنامج الإيراني، والاتفاق ده ما كانش على مستوى، كان على مستوى دولة واحدة أو على مستوى، كان على مستوى 5 دول أو 6 دول كبرى في العالم. الاتفاق ده الحقيقة انه ايران تمشي في البرنامج، تبقى ماشية في البرنامج النووي بتاعها بشكل سلمي، والمراقب هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لما جه ترامب الحقيقة وقع في السنة الاولى على انه ايران ماشية في المسار الصحيح، وده برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تاني سنة وقع، تالت سنة النهاردة مش راضي يوقع على هذا الاتفاق اللي موجود، وبالتالي
كل الدول اللي كانت حاضرة هذا الاتفاق واللي كانت طرف في هذا الاتفاق رفضت أو أدانت عدم توقيع ترامب على هذا. ترامب عشان يخرج من هذا من هذه المشكلة حول التوقيع أو الاتفاق ده للكونجرس، وبالتالي الكونجرس هيطرح المسألة دي عشان يشوف إذا كانت إيران ماشية في الاتفاق الصحيح ده. كل المراقبين للأمر بيقولوا أنه في هناك احتمالية عودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية نقطة الصفر ما قبل الاتفاق النووي، وبالتالي هو فكرة ده بسبب عرض الموضوع للنقاش من الكونغرس الأمريكي وما لا يعني لم يبت فيه حتى الآن. لم يبت فيه، وبالتالي كل المراقبين بيشوفوا بيروا أن هذا الاتفاق اللي هو موجود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الكبرى بيشوفوا أنه العودة لما قبل التوقيع الاتفاق ما قبل توقيع الاتفاق، وبالتالي عودة العقوبات مرة أخرى على، لأنه أمريكا في الفترة اللي عدت فعلا فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، بيطلب ترامب من الكونجرس طبعا توقيع عقوبات على طهران، وبالتالي العودة إلى ما قبل الاتفاق اللي هو فكرة العقوبات الاقتصادية اللي كانت موجودة استمرت عدد من السنين. طب خلينا نحاول نشوف رؤية مستقبلية للجانب الإيراني، توقعاتك لردة الفعل؟ أنا بتوقع إنه هذا الاتفاق هيفضل ساري موجود، وخاصة أن الدول التي وقعت على هذا الاتفاق موجودة كلها بترفض عدم توقيع ترامب، وبالتالي إذا كان في عقوبات اقتصادية من ناحية أمريكا على الحرس الثوري الإيراني الحالي أو في عقوبات أخرى على طهران، ده لا يعني إنه ده يؤثر بشكل كبير جدا على البرنامج. البرنامج هيفضل مستمر والبرنامج هيوصله لمرحلة، لكن إذا الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت أو إذا الكونجرس طبعا أقر هذه الاتفاقية اللي موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعدد من الدول الكبرى، بالتالي هيستمر الأمر وهذا يعني أن ترامب يخرج من الموضوع بشكل بيرمي الموضوع في الكونجرس اللي هو يحدد إذا كان في عقوبات تانية ولا لا، وبالتالي أنا شايف أنه هيستمر الاتفاق هيستمر بشكل سواء رضية الولايات المتحدة الأمريكية أم أبد. خلينا نقول ما بين هذا وذاك يبقى الموضوع أيضا معلق حتى الآن. بشكر مشاهدينا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح النصيري، الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر، شرفتنا أستاذ صلاح. أشكرك، شكرا جزيلا. كذلك مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، واستنونا غدا في حلقة جديدة من صحافة الغد. إلى اللقاء.